علماء الجيولوجيا بيقولوا إنه بعد 100 سنة حيوصل البحر على الحمرة. لهالسبب قررت أسبق سوليدير ونبيه بري وإنزل سيطر على رصيف الهورسشو. على فكرة الهورسشو سكر، يعني هاي مش دعاية. إيه فيزيوناج؟ ثانك يو. كتاب الجغرافيا كان يقول يحد لبنان من الغرب البحر الأبيض المتوسط، بس هلأ صار يقول يحد لبنان من الغرب مسبح أبو زوزو الذي يقدم أهم السهرات الفنية وسعر خاص للعائلات. والسبب إنه السياسيين استغلوا القانون ليسيطروا على الأملاك البحرية. صديقي فضل اللي بيشتغل بجرين لاين وجمعية مشاع كان واقف على شط البحر عم بيبصمس على البنات، فالتقينا فيه وأخذنا منه هالمعلومات. جيت لعندك لأنه أنت بتعرف أكثر بخبرية الأملاك البحرية. خبرني شو قصة الأملاك البحرية؟ بالقانون اللبناني ممنوع أي شخص يمنع الولوج الحر لأي مواطن ليوصل للشط. مش مثل ما عم نشوف هون، يعني تعديات على مدى عينك والنظر. مزبوط، نحن هلأ واقفين على شط رمل البيضة اللي كتير عالم بعدها عم تستعمله بشكل مجاني، لكن هذا الشط هو منه بعده ملك عام، هو أصبح لشركات مستولي عليه. عندك المراسيم اللي بتطلع من مجلس الوزراء بتعطي الحق لشركات بأنه تستثمر هيدا الشط، بس لكن لما تكون عم تستثمره هو مفروض يكون استثمار للمنفعة العامة. بس نحن ما عم نشوف هيدا الشيء. طب ليك أنا جعت، تعال نشوف لنا شي كعكة أو شي عرنوس ذرة على البحر وناكل. هل تعلم عزيزي المشاهد أنه الفقراء بلبنان بيروحوا على البحر أكثر من الطبقة المتوسطة؟ ليه؟ لأنه الفقراء بينزلوا على السام بلاش، ما فارقة معهم القرف الموجود تحت، في حين أنه الطبقة المتوسطة لازم تروح على محل كلاس ويي ويا الله، وهذا الشيء بخليهم يدفعوا 20% من معاشاتهم. خلال تصوير هالحلقة تلاقينا اتصال من أحد أفراد الطبقة الوسطى وعطانا هالتصريح التالي. عندك أول شيء الدخولية بحدود 40-50 ألف. نعم. طب رايح انت ومرتك انت وصاحبتك بدك تدفع ب80 ألف الفوتو. نعم. عندك عجقة السير في البنزين روحة رجعة، عندك اول ما توصل الفالي باركينج 5 دولار، الشمسية بده يجيب لك شمسية بده 5 دولار، ترجع بعدين بدك تكل لك شغلة تشرب لك قنين كبيرة بوزة شغلة. نعم. بيطلع مشوارك بيكلف بال150 دولار، اذا بنحسبها مرتين بالجمعة على 4 جماع تطلع العملية بتكلفك بال1200 دولار. أنا اليوم بمدخولي ما في أدفع 1200 لروح على البحر. هو تقريباً قديش مدخولك؟ 5000. شكراً كتير. معك سيارة توصلني؟ لا. فإذاً الحل الوحيد لنقضي على ظاهرة الأملاك البحرية وغلاء المسابح إنه تندفسوا ما بقى تروحوا على البحر. Heaven I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness. نوازل 5000، ما فيك تمرق من هون، هاي أملاك بحرية يا جماعة. خبرني أنت عم تروح على البحر هلا الفترة؟ كيس. ليش عم يكلفك الموضوع؟ بحدود 30 دولار. Heaven I'm in heaven. سياح. Do you go to the beach in Beirut? I only go to the cheap ones, the free ones. There's the free ones in Beirut. Yeah, it's right here. Yes. هذا من الشباب معه زيت تبع هيدا تبع السمار، زيت زيتون. إذا ما في زيت قرب برونزاج ب5000، أرخص مسبح ببيروت. نعم. Have a break. Some tanning. Anyone? Beer. تفرك لي شوية زيت على ظهري. Spending too much time in the sun, dude. You know, I'm getting more Muslim because, you know, more black. You stay a little, we'll be more Muslim like me. Stay. Yeah, I'll be Muslim too, yeah? Yeah. I feel more Muslim already. Congratulations, you win. Thank you, my friend. You can go.